بالقطع اللي انا شفته النهارده بيقول ان احنا ماشيين في الطريق الصحيح، وان حتى التوأمة او اللي ما بيتم من اشتراك مع جامعات دوليه سواء جامعات امريكيه او جامعات اوروبيه بيتيح طبعا ان الجامعه الحقيقه تكون على نفس المستوى وعلى نفس الترند اللي ماشيه بيه الجامعات العالميه. فالحقيقه يعني انا سعيد بما رايته وعندي راحه نفسيه كبيره جدا، وبقول ان شاء الله الجامعات العراقيه وبالمثل اللي انا شفته دوت النهارده من جامعات العتبه العباسيه بيقول ان احنا ان شاء الله في طريق صحيح كامه عربيه وكدوله العراق ان شاء الله. جامعة الكفيل، إبداع وتميز ورصانة.